مرحبا، أنا عمر الملا من غرفة أخبار إيت جلوب فارنا بلغاريا. أصبح توست الأفوكادو الفطور الرئيسي لعشاق المأكولات الصحية، مع أكثر من 4 ملايين منشور على الإنستغرام فقط. وهذا الارتفاع الكبير في شعبية الأفوكادو أدى إلى زيادة أسعار بيعه إلى المستهلك. إن ضعف المحصول والطلب المتزايد على الأفوكادو أدى إلى انتشار الجريمة بهذا الشأن في نيوزيلندا، حيث ارتفعت الأسعار لتصل إلى أكثر من ضعفي سعرها عن الصيف الماضي، مما أدى إلى العديد من سرقات الأفوكادو في خليج بلينيتي بالجزيرة الشمالية لنيوزيلندا، وهي موطن لأكثر من 70% من بساتين الأفوكادو. رفض المزارعون الاستسلام وبدأوا ببناء الأسوار الكهربائية وأجهزة الإنذار وكاميرات المراقبة. ولحسن الحظ تتوقع جمعية مزارعي الأفوكادو أن الموسم المقبل سيحقق رقما قياسيا جديدا لحصاد الثمار، مما سيخفض الأسعار ويقلل من سرقات الأفوكادو. شكرا للمتابعة. للمزيد من التفاصيل والأخبار زوروا موقعنا eatglobe.qa. إلى اللقاء.